الموسيقى محمد ضيائي، المونتاج وحيد بهبودي. مدير الإنتاج أفشين سليمان بور، مدير التصوير روشان بنائي، تأليف وإخراج سبير محمد. شجرة الحكمة، عنوان هذه الحلقة المفتاح. ماذا تفعل يا هذا؟ أعطني بالونة سميكة، سميكة بهذا الحجم بحيث لا تنفجر. أنت لست بحاجة إلى بالونة، بل بحاجة إلى كرة تلعب بها. يبدو أنك لا تريد أن تبيع. وأنت لست مشتريا. كلا، بل أنا أريد شراء الكثير منها، ولكن أريد بالونات جيدة. اللعنة عليك يا هذا. لأزين بها صالة الحفل في ليلة الزفاف ولا ترعب فرقعتها الضيوف. إنها بالونات ولا بد أن تتفرقع. بكم تبيع هذا؟ لا تفعل هذا يا رجل. سآتيك به حال. نعم يا حاج لو سمحت. وهذان كيلو غرامان. هذا الولد آذى قلبي المريض ببالوناته، لا يكف عن فرقعتها. محمد، محمد. نعم يا أبي. عما تبحث في فرقعة البالونات؟ ها، أبحث عن بالونات جيدة. ماذا تفعل يا أخي؟ أنا لا أدري لماذا عندما تلمسها تنفجر وعندما ألمسها أنا لا تنفجر. دعني أرى كفك. أنت بائع البالونات أم قارئ كف؟ لماذا تريد أن ترى كفي؟ تفضل. ما هذه؟ حلقة الخطوبة. وهذه هي السبب؟ وماذا تقصد؟ كانت كبيرة علي فعثرت على سلك بلونها ووصلته بها. اسمع جيدا، إما أن تعطيني ثمن جميع البالونات التي فرقعتها وإما أن أفضحك. ماذا تعني أفضحك من أجل بالونتين؟ حسنا ها أبي واقف هنا. فرقعت 30 بالونة. ولماذا 30 بالونة؟ بل قل 40 بالونة. حسنا 40. وهذا عصير الليمون، وهذا المعجون أظن أن مكانه هنا. تفضل. كم ثمنها يا حاج؟ كن ضيفنا يا أخي. شكرا لك. خمسون ألف تومان. تفضل. سلمتي. مرحبا أيها الرائع. مرحبا. مرحبا. أيها الرائد، أتريد أن تغرم؟ بالتأكيد. هذه سيارة الزبون. سيدي، سيدي، هل هذه سيارته؟ نعم. أسرع قبل أن تغرم. سآتي حالا. سلمت يدك يا حاج، مع السلامة. أنا قادم، لا تكتب يا سيدي. عذرا. ماذا اشترى أيضا؟ هذه 25. سيدي محمد. ماذا؟ سيدي. يا سيد. ماذا جرى يا أبي؟ لا تدع، لا تدعه يذهب يا بني، لقد أخطأت بالحساب. يا سيدي. إلى أين أنت ذاهب؟ توقف، أعطني ثمن البالونات. اللعنة على هذا الميزان، لا نكاد نعتاد عليه حتى نكون قد بنينا لأنفسنا بيتا في جهنم. هل ذهب؟ إلهي، أي ذنب ارتكبت؟ يا ويلتا، لماذا حدث هذا؟ ماذا جرى يا حاج؟ ماذا حصل؟ ألا يوجد أحد هنا؟ أين ذهبوا؟ ماذا حصل يا حاج؟ يا حاج؟
عذراً عذراً، اسمحوا لي. لا تدخلوا رجاءً، لا تدخلوا رجاءً. ستتحسن حاله بهذه الحقنة. حقنة بل ماء مغذي. هو ولدي محمد، ماذا حل بأبيك؟ يا أمي، هو الذي يحفر لنفسه بئر البلاء ويقع فيه. لم أفهم كيف قطعت المسافة من المدرسة إلى هنا. ما الذي أخبركم؟ أنت اتصلت؟ أحقا تقولين؟ لقد ارتبكت. ألم يكن من المقرر ألا يذهب إلى الدكان من اليوم؟ ليس من اليوم بل من الغد. أسأل الله أن يمر هذا اليوم على خير. كل هذا بسبب 25,000 تومان. أخفضوا أصواتكم رجاء من أجل مريضكم. يا دكتور عفوا، هل أعطيته حبة تحت لسانه؟ هذا ليس من شأنك. يا دكتورة، بلغ ضغطه 14 درجة، فماذا نفعل؟ أعطه تي أن جي وأعدوا له تخطيطا لقلبه. الحمد لله، الماء المغذي نفعه وتحسن حاله. نعم الحمد لله. مريم ابنتي، أسرعي وأعدي الفراش لأبيك. يا إلهي أسرعي يا مريم. حسنا حسنا، سأذهب حالا. لا تتعبي نفسك يا ابنتي. من أجل راحتك والخلاص من الغم ولكي يهنأ عيشك إن شاء الله يا أبي. تتظاهر أنك لا تعلم ماذا جرى يا بني. ارتكبت خطأ فظيعا جدا، سلمت الحاسبة بيد الشيطان واشتريت ذنبا لا أغفره لنفسي. إنه حق الناس، ألا تفهم؟ حق الناس. لكن ذلك الرجل الذي بقيت نقوده لديك لا يرضى أن تكون هذه 25,000 تومان ثمنا لدمك كي تفعل هكذا بنفسك يا أبي. ما هذا الكلام؟ لا تقلق يا رجل، إن شاء الله يذهب لبيته ويحسب قيمة ما اشتراه وينتبه إلى الخطأ الذي حصل ويعود بإذن الله. إن شاء الله. حتى يعود وأراه بنفسي ويرفع هذا العبء عن كاهلي، عندها سأرتاح. عينه يا الله. يا أبي يا عزيزي، أنت لم تحرف القرآن، لم تهدم سور الصين، ولم تقصف هيروشيما بالقنبلة الذرية، ثم إنه حتى إن لم يأتي فحلال عليك، فأنت لم تكن متعمدا بل سهوت، والسهو لا تحاسب عليه، ولن يعاقبك الله على ما أخذته سهوا. لا تكفر يا ولدي. حسبت أني بسطت سفرة بيضاء من الحلال في بيتي فجلستم حولها؟ لا تبسطوا سفرة سوداء في الدنيا فتسودون وجهي بهذا الكلام المغلوط والأفكار الهوجاء. ما لك يا بني؟ أبي العزيز، أنت تصعب الأمور كثيرا. يا ابنتي، أنت تستصغرين الأمور كثيرا على نفسك، تستصغرينها كثيرا. من يا ترى؟ إنه مصطفى، لابد أنه قلق عليك. ألو، ليكن الله. مرحبا مصطفى، والدي بخير، لا تقلق. أبي، هيأت فراشك، تفضل إلى غرفتك واستريح. حسنا، حاضر حاضر، إلى اللقاء، مع السلامة. اذهبي يا ابنتي، اذهبي واهتمي بحياتك الخاصة، أبلغي زوجك سلامي، وقبلي حفيدي محمد نيابة عني. أبي، وعدتني ألا تجد نفسك بالعمل، واليوم هو آخر يوم تعمل فيه، أرجو أن لا تكون قد نسيت وعدك لنا. نعم، لن أنسى يا ابنتي، حاضر حاضر، لن أنسى. يا حاج، لا تظل واقفا، قلت إن المستشفى تضيق على قلبك، قلت راحتي في بيتي، إذن ارتح وأرح بالنا نحن أيضا. الحمد لله، لقد تحسنت صحتك يا أبي، فديتك. تعال تعال، أريدك يا أبي أن تكون في أتم صحة وعافية في مراسم عقد ولدك بعد غد مساء. إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. لما حقيبتك في يدي؟ لا أدري والله. أبي، أنا ذاهبة، اعتني بنفسك يا أبي. مع السلامة. مع السلامة، حفظك الله. عزيزتي مهسا، أسرع يا ابنتي وإلا تأخرت. حاضر يا أمي. هل ترغبين في بقائنا يا أمي؟ لا يا ابنتي، لا حاجة لذلك، فمحمد موجود. محمد إنه مشغول بنفسه فقط. أمه، أنا ذاهبة، إن احتجت إلي أو حدث شيء فاتصلي بي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا ابنتي. أبوك المسكين، بسبب حق الناس الذي بقي بيده يملأ القلق والاضطراب قلبه، ثم يأتيه هذا الولد ويقول: وهل رميت قنبلة؟ رموا قنبلة؟ أين؟ على هيروشيما. إنه لا يعرف كيف يتكلم مع أبيه. ماذا تقولين يا أمه؟ لا شيء يا ابنتي، اذهبي إلى بيتك. ح-
حسنا، مع السلامة. مع السلامة يا ابنتي. أمي، من هي التي ذهبت؟ أختك يا بني. أيهما، مريم أم مهسة؟ وما الفرق بينهما؟ محمد، اسمعني جيدا يا ولدي. إن ذكرت لمرة واحدة فقط في هذا البيت أمام أبيك أو أمامي أي كلام عن قصف هيروشيما ولا إشكال في السهو والحرام والحلال، فأنا لن أغفر لك أبدا. انتبه لما تقول. عجبا، أنا لم أقل شيئا يا أمه. مرحبا حاج رمضان. أهلا بني. أريد، لا شيء لدينا الآن. أعني لدينا، ولكنني لا أبيع الآن. بلغ سلام لي أبي. حسنا، في أمان الله. عجب يا أبي، لم تغمض أعيننا حتى نهضت وجئت إلى الدكان. أفي مثل هذا الجو الحار الذي لا يطير فيه عصفور، لا يأتي أحد ولا يذهب؟ والله إن لم نعد إلى البيت فستقلق الوالدة كثيرا علينا. ها أنت تكرر ما جرى العام الماضي. أتذكر عندما اشترت سيدة عصير الليمون ونسيته في الدكان؟ أظن أننا لأجل إعادة قنينة الليمون إلى أصحابها قد خسرنا ما تعادل قيمته قيمة سيارة حمل كبيرة. ما العيب في ذلك؟ نعم. لا شيء، العيب أنه بعد أن تدخل الجنة بعد عمر طويل تكون من المقربين، فإنك بأفعالك هذه التي تفعلها سيدخلونك في عليين، ولا تصل إليك يد أحد من قريب ولا من بعيد. حسنا، سآتي معك. حاضر. لا تسمعني مقولاتك الفلسفية، فقد كان اليوم الآخر لكسبي بحد ذاته مقالة فلسفية. هل أجلب لك السيارة؟ وهل جئنا إلى هنا بالسيارة؟ لا، لنذهب. أقفل الباب. لا تنسى الكرسي. يا أبي، فديتك، قم لكي أدخل الكرسي داخل الدكان. حسن. على مهلك، على مهلك. الله أكبر، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحاج رمضان يريد التحدث إليكم، نستقبله بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءه. إن الله يغفر الذنوب إذا رأى الندم في عيون عباده. 50 عاما وأنا أعمل في هذه المحلة، وكلكم تعرفونني جيدا، فبعد عمر طويل وأنا بينكم وسأبقى بينكم إن شاء الله، نصحني الأطباء أن أستريح في البيت بسبب ما أعانيه من ضعف في القلب، لذلك جئتكم أطلب منكم أن تسامحوني إن أغضبتكم أحياناً أو بقي لكم دين في عنقي، فأستغفر الله ربي أولاً وأعتذر إليكم إن أخطأت يوماً بحقكم أو أغضبتكم، ولأجل سلامتكم جميعاً صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. شكراً أيها الحاج، شكراً جزيلاً. عن إذنك. باسمه تعالى، بدر منا خطأ إزاء أحد المشترين بمبلغ قدره 25,000 تومان
ويجب علينا إعادة 25,000 تومان إليه لئلا تبقى في ذمتنا وبأسرع وقت. نعم تفضل. أهلا، أنا قادم. حاضر حاضر. صحيح، هل جاء؟ خير إن شاء الله. لا لم يأتي بعد. قد جاء جاء. حسنا حسنا. ألا تحتاجون شيئا يا حاج؟ حاضر. السلام عليكم يا حاج. وعليك السلام. في أمان الله. يا أبي، قبل أكثر من ساعتين جاء السيد حشمة والعائلة، لما لا تأتي؟ عليكم السلام. ولكنني سلمت عليك يا أبي. وأنا قلت لك وعليك السلام. أسرع لنذهب. هل جاءت ريحانة؟ نعم يا أبي، فهي الأصل. لقد جاءوا يا أبي ليتحدثوا معنا حول مراسم العرس وما نحتاجه في هذه المراسم. الرجل الطيب السيد حشمت قد ضجر من الأوضاع. أرأيته يا أبي عندما يغضب يقطب حاجبيه وكل وجه. لا تغتبه يا ولد. لم أغتب أحدا. أجل، عدم اغتيابك كعدم سلامك بالضبط. هيا لنذهب. أبي، وقفت كل هذه المدة، فهل جاء الرجل صاحب المبلغ؟ لا لم يأت. ذلك المسكين لقد نسي تماما أنه ترك كنزا بقيمة 25,000 تومان في دكان الحاج رمضان. هل تهزأ بي؟ لم أهزأ. لسوء حظي لم يأتي. أطفئ المصباح لنذهب. حسنا يا أبي. لم تتناول شيئا يا سيد حشمت. عفوا يا حاج رمضان، لقد أتعبناكم وأزعجنا. على العكس، بل أسعدتمونا. شكرا لك يا حاج. عزيزتي ريحانة. نعم. سأبعث غدا مريم ومهسة إن شاء الله إلى بيتكم للمساعدة. لا بالله عليك لا تفعلي، فكل شيء جاهز. الحمد لله. حقا تقول يا حاج، كل شيء جاهز ولا تقلقوا أبدا. في الحقيقة نحن يقلقنا أمر واحد فقط. وما هو يا عم؟ أنا قلق من أجل حق الناس والمشتري وفارق 25,000 تومان. أخشى أن تنال هذه الأشياء منا نحن أيضا، فإن لم يعثر الحاج رمضان على ذلك الرجل فلن يقر له قرار. ادعو لي أن تحل المشكلة. أنا مستعد أن أعطيك 4 أضعاف المبلغ لحل هذه المشكلة فقط. في هذه الأيام لا يبيعونك 25,000 تومان سوى لعبتين من السكاكر. إن لم تكن قد أعلنت عنها فإنها تافهة إلى درجة أن الله لا ينظر إليها ولا يحاسب عليها. ليس الأمر كما تقول يا سيد حشمت. طبعا إنه يمزح معك يا حاج، هذه أخلاق السيد حشمت. نعم إنه السيد حشمت، مع احترامي للسيد. لنذهب يا أبي، الوقت متأخر. حسنا، عن إذنكم نحن بانتظاركم غدا مساء. إن شاء الله. في أمان الله. أهلا بكم. في أمان. شرفتمونا. بالتأكيد. في أمان. يا أبي، لم أتعمد إفشاء الأمر. سألني أين الحاج رمضان فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها. يا حاج لا تنزعج من كلامه، لم يقصد شيئا. أعلم ذلك. قلبي يعلمني أنك ستعثر عليه إن شاء الله، وسوف أدعو لك بعد كل صلاة. يا الله. توكلت على الله. يا Thank you.
دعني سريحاً، لم يبقى إلا الوردة والحلويات، أليس كذلك؟ نعم. لا لا لا، أنا الآن في مكان آخر مع أبي في السوق. نعم الآن وقد وصلت إلى هنا، أتريدين أن أشتري صفيحة ذات 17 كيلو من الجبنة؟ أشتريها بسعر الجملة لحياتنا المستقبلية. تكونين أجمل عندما تضحكين. نعم لا لا بالتأكيد، لكن لا يمكنني ذلك. ينوي أبي أن يعرفني على محلات بيع الجملة، يقول لهم من الآن فصاعدا هذا وكيلي. نعم الحساب والدفع بيد السيد محمد، السؤال والجواب بيد محمد، الحضور والغياب بيد محمد، وكل شيء بيد محمد. نعم 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 يا أبي. عجبا. نعم يا أبي. لا تقل لي لقد تأخرنا، بقي أمامنا كثير من الأعمال. نعم يا أبي، إنها ريحانة. أبلغها سلام. حاضر حاضر أنسة ريحانة، أبي يبلغك سلام. نعم سأتصل بك فيما بعد، سأتصل بك من محل بيع الحلويات. حاضر، هل من خدمة؟ مع السلامة. أبي، أما كان بإمكانك تأجيل هذا الأمر لما بعد العقد بأيام؟ لا يمكن، هل لا أجلت عقدك لما بعد هذا الأمر بأيام؟ حاضر يا أبي، تحت أمرك. في أمان الله، في أمان الله. يا محمد، يا محمد، ماذا جرى؟ تعال تعال، وجدته. من الذي وجدته يا أبي؟ ها هو صاحب 50,000 تومان. هيا إنه هيا إنه يحرر مخالفنا ضدنا. اذهب أنت وأنا سآتي حالا. ماذا جرى يا حضرة الرائد؟ يا سيد انتظر، يا سيد محمد، أين أنت يا بني؟ أين أنت يا بني؟ يا أبي أسرع يا بني، أسرع لئلا نفقده. حاضر، كن مطمئن البال يا أبي، إني يقظ كالعقاب. نعم هذا واضح، أسرع ولا تستفزني. هيا اهدأ يا أبي، اهدأ. يا الله، يا إلهي، اهدأ يا أبي، سألحق بي حالا. أسرع يا ولد لئلا نفقده، إنه يسرع. ماذا أصابك يا أبي؟ هيا. سألحق بي حالا. يا إلهي، اهدأ. لقد غير مسيره وابتعد. أسرع خلفي، أسرع. حسنا حسنا يا أبي، لم أعهدك سائقا جيدا. يا إلهي، أسرع إلا فستوقف نشارة الحمراء. هيا أسرع، تفضل. أوقفت نشارة الحمراء، هذا ما كنت أخشى. الذنب ليس ذنبي يا أبي، ماذا أفعل أنا؟ قلبي لقد تعبت. توقف توقف يا بني. حسنا يا أبي، لقد ذهب. لقد ذهب، لقد ذهب، دخل في الزقاق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أدري أين ذهب. تعال لنذهب خلفه. أسرع يا ولد، أسرع. مرحبا، يا له من زقاق جميل. الحمد لك والشكر يا رب. تفضل يا أبي. هذه عاقبة حق الناس وفعل الخيرات. ألم أقل لك أن عقد قراني ميمون عليك؟ لا بد أن يكون في أحد هذه البيوت. أي بيت؟ أي جرس أقرع ليكون لله فيه رضاه؟ سأبدأ من هنا.
إن حالفنا الحظ سيكون في البيت الأول. نعم. عذرا. تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. عذرا، هل تسمح لي بسؤال؟ تفضل. عفوا، أنا أبحث عن رجل عمره حوالي 45 سنة. ماذا تعني؟ قل لي رجاء، هل تعرف رجلا له من العمر حوالي 45 سنة؟ أنا عمري حوالي 45 سنة، تفضل. عفوا، أردت أن أعرف هل دخلت البيت لتوك بالدراجة النارية؟ أنا لا أملك دراجة نارية. عفوا سامحني، هل تعرف أحدا من بين جيرانك من يملك دراجة نارية قد وصل البيت لتوه؟ نعم، لديه دراجة نارية وقد دخل بيته لتوه. أيها الرجل المحترم، أتيت ظهرا والناس نيام لتقرع الجرس؟ أنا لا أعرف هذا الرجل، اذهب من هنا، تفضل اذهب. نعم الحق معك، لم يكن المطلوب لأذهب وأقرع ذلك الجرس. أبي يا عزيزي يا أبي. ماذا تريد؟ الساعة هي ثانية ظهرا، وقت استراحة الناس. أخ صدقت. حسنا، ماذا سنفعل الآن؟ لا شيء الآن، وقد عرفنا أين يسكن، لنذهب ونعود بعد الظهر أو العصر ونصفي حسابنا. لا يمكن، سننتظر ساعة أو اثنتين ثم نقرع أجراس البيوت لنعثر عليه. ولكن يا أبي نحن جائعان. لا مفر من هذا، لا يمكن. حسنا يا أبي. أبي. نعم. نسيت شراء الحلويات. حسنا، اذهب واجلبها. ولكن يا أبي. نعم. فديتك، أعطني قليلا من النقود، أخشى أن لا تكفي النقود التي معي. قليل. نعم، قليلا من النقود. نعم تفضل. هذه نقود نفس المشتري؟ نعم. كل هذه المصائب نزلت على رأسي بسبب هذه النقود. اذهب يا ولد. حاضر يا أبي، سأعود حالا. اذهب، اعتني بنفسك. اذهب، مع السلامة. مع السلامة. ثلاثة كيلوغرامات من هذا وأربعة من هذا أيضا، وهذه المعجنات، الله، هذه الحلويات بالفستق والجوز، يبدو أنها غالية. مرحبا. لدي حلويات جوز. أخ، ثمن الكيلو الواحد 45,000 تومان. بل 4,500. حسنا. نعم. يا أخي، أعطني منه. نعم. أين هو؟ من أين أتيت بهذه النقود؟ إنها ليست نقود. قبل عدة دقائق أعطيتها لي ثمن المعجنات. هي هذه مزورة؟ نعم مزورة. أخذتها من أبي. وأين أبوك؟ لا يا بني، إن شمائله لا تدل على أنه رجل محتال. عفوا، هل يمكنك أن تريني الصورة التي قبلها؟ نعم بالتأكيد. أعوذ بالله، هذا هو يا سيدي، هذا بعينه. أتعلم إن ألقينا القبض على هذا الرجل فأي فضل كبير قد أديته بحقنا وبحق الناس؟ أتعني أن هذا الرجل محتال؟ إنه من المزورين المحترفين. عجبا يا لها من قصة. مسكين أبي، كم عانى من أجل إرجاع بقية النقود لصاحبها. تفضل. مرحبا يا ولدي، هل تعرفني؟ لا، شكلك ليس غريبا علي، ولكني لا أذكرك. أتيت دكاني قبل يومين واشتريت مني بضاعة وذهبت. تذكرت.
كان ثمنها 25,000 تومان. أعطيتني ورقة مالية ذات 50,000. وماذا بعد؟ لقد سهوت في وقتها وأخطأت في حساب الثمن. قلت لي كم ثمنها؟ قلت لك 50,000 تومان، فأعطيتني 50,000 تومان وذهبت. وما المشكلة في ذلك؟ قلت لنفسي إن بقيت نقود الناس في جيب الإنسان فسوف يتنغص عيشه. بحثت عنك بيتا بيتا وشارعا شارعا كي لا يبقى حقك في عنقي ويفسد حياتي. بقيت لك عندي يا ولدي 25,000 تومان. وهل جئت الآن لتعيدها إلي؟ بقيت لك 25,000 تومان عندي، فقلبت أحوالي رأسا على عقب. فهلا قلبت أحوالك 25,000 تومان التي بقيت لي عندك؟ ماذا تعني؟ استغفر الله يا بني وتب إلي. الصراط المستقيم واضح وجدرانه أكثر استحكاما. احذر أن ينهار على رأسك يوما. خذ هذه نقودك. لما أراك حزينا يا أبي؟ أشعر بالاضطراب. لا أدري لماذا هذا الشاب رمى نفسه في هذه المخمصة. خذ يا ولدي، هذا مفتاح الدكان، سيبقى معك من الآن فصاعدا. هذا المفتاح قد يكون مفتاح باب الجنة وقد يكون مفتاح باب جهنم. كن حذرا. من الآن فصاعدا عليك أنت أن تقرر على أي جهة ستفتح الباب. وأنا سأدعو لك أن يكون هذا المفتاح مفتاح باب الجنة. كلامك هذا يلقي في قلب الإنسان الرعب. أخشى أن أفتح باب الدكان صباحا لأجد بدلا من الحمص والأرز حورا وغلانا. هو تقريبا كذلك في عالم المثال يا بني. لابد أن يكون الإنسان غبياً إن كان له أب مثلك ويتبنى أفكاراً منحرفة أو يسلك سبيلاً منحرفاً أو يفكر حتى أن يفعل ذلك. إن قصة حق الناس هذه كانت أشبه برحلة. لقد علمت للكثير يا رفيق رحلتي، أشكرك يا أبي. ولدي مبروك لك الزواج. يا أبي. نعم. نسيت جلب الحلويات. حسناً سنأخذها في طريقنا. إذن أتفضل علي وأعطني قليلاً من النقود لألا أحتاج. قليلاً. قليلاً من النقود. قد مضى الآن وقت القليل. اركب السيارة، هيا لنذهب، تأخرنا. هيا من النقود. هيا يا بني. قليلاً. هيا أسرع. فديتك يا أبي.